مش هادي ماشي بليا، هادي كاميرا مخفية، الهضرة راها ليك وليا، فرغ قلبك شوية في الطاكسي ماشي. الشابين هادو ركبوا سيارة أجرة وين سمعوا بصدور قانون يقول أن المرأة العاملة تخدم بدون مقابل. هيا زعم هاد القانون يساعد هاد الشابين؟ هيا شوفوا واش راح يصرا. في تاريخ 8 من مارس 2014 والمتضمن إلغاء الأجرة الشهرية للمرأة المتزوجة بحيث تعمل بدون مقابل، أما المرأة المطلقة فتسحب من أجرتها نسبة 50% والتي تذهب إلى صندوق التقشف الوطني المستحدث مؤخرا. تبقوه ولا مهضوه؟ تبقوه لو يمارس تبقوه. سبحان الله أنا مسمعش سمعتوا بها أنا مسمعتش بها لا بس قاعدة شوية في الطيارة. ولا وش قالوا خا؟ ها؟ كيفاش إيه؟ مليحة. كيفاش مليحة؟ إيه وخلاص. أنا وش تقولوني إيه وخلاص. علاش وش؟ تبال إيه أنا. تسمى تعجبك القانون؟ تعجبك القانون؟ عجبني القانون. دوكا يا رحم بابك تروحي تحوسي على خدمة غنسر، الأخرانية تروحي بيرو بموندر. تدفعي دوسي ولا ما لاباش على اجل ورقه القايمه ما كاش ما من تريتي كاع ما كانش صح. علاش ما كاش كاين انت ما راكش خدام؟ اه والله ماني خدام. اما لا انت ما حوستش على خدام اش عن نسيبي حتى يدي مازال ما داوش غير زاجون سكيريتي نتا كاين لا كاين والله لا كاين. وانت تقبل واحد يخدم شهر كومبلي ويهمبر ومن بعد ما يخلص؟ اه لا ايش كيف علاش ما لا ترضاها علينا احنا ما رضيتهاش انا وش قلت انت وش هضرتي اه وش قلتي لي ما مبينش واش هضرتي الخدمه ما دخلنيش في سهل انا تخلصوا ما تخلصوا ان شاء الله قاعد ما تخدموش ما راح ليش انا تما انا قاعد في الدار قاعدي في الدار ما تقعديش ربي يسهل علاش هذه هي حريه التعبير لا خوذو كابيناتنا تو كان تعال نقول عندك وحده في الدار هكذا اختك ولا ما عليش انا المره تاعك قبل تخدم وما تخلص انا اصلا ما تخلص تخدم ما خليهاش اصلا علاش يدق قبل نقولوا احنا قرات ومن بعد تروح تقعدها في الدار وين المشكل خو وين المشكل صافي حياتك قاعدك تقرا في الخوص طبيبه عندي لا انا ولا تقعد تزوجي بي انا خو شكون قال تزوجي بي تعدو كان تطيح في مرأة تخدم تطيح في مرأة ما نزوج بها نقدر بالله من الله خير والله ما دوك أنا هكذا حياتي كاع خدمة نقعد في الدار ما نخدمش وما نخلصش وتما حياتي تروح كاع في الكوزينة وطياب عبي سخسيخ يا وقع من حاولكم دوك الشهرية ها كيف فهمة كيفاش دوك واش تخيلي تخدمي ولا تريحي في الدار دوك لا يا اخي راهم يقولوا باللي المراه المتزوجه والمطلقه هذول ينحلهم لافي يا خويا نطلقونا نقعد في خدمتي طلق راجلي ونقعد في خدمتي تخسري راجلك جا خدمتي ايه نخسر راجلي على جال خدمتي انا خدمتي هي المره ثانيك واش هضرت هذيك هي كيفاش واش هضرت هذيك واش هضرت هذيك هي تريها في الدار سيما هذا مانيش غلط دوكا اخويا العزيز انا غلط لا كيف هذا هكذا مانيش غلط هذه والله كيف قلت لك منزوج بها مانيش غلط ماكش غلط سيما انا نقعد في الدار ونقعد نغسل في المواعن شنو نورمال علاش نورمال ماشي نورمال تخرج من يماك ماشي خير من يماك يخلص مالا بصح يما بكري في وقتها احنا ثاني ساكن كانوا غابنينهم لا بصح دوك يجي النهار اخو احنا نتزوجوا ولا كيفاش ما نتزوجوش تريح هكذا لا تزوج ولا ما تزوج كيفاش واش قلت متزوج؟ لا راك متزوج وعلاش متزوج؟ ايه حسابي قلت متزوج بس انا شوف انا دوكا هكذا راجلي راهو في الدار وشاد الدراري وانا راني خرجت نحوس شويه نشم شويه هو نحيد الخاطر نتلاقى مع حباباتي نسقاو معاهم بيان سور عندي الحق ما الواقع هو اللي يطيب هو اللي يغسلهم هو يدير كلش حتى حوايجه هو يغسلهم عندي مام طفله صغيره هو يبدل لها ليكوش يردها راني خليتها معاه في الدار حاله ده راجل ده ان شاء الله ربي يخليه لي يطول في عمره راجل خويا العزيز
انا نتحيلو خوم تحيلو بيان سور نتحيلو انت وين تسكن انا في لا مونطان لا مونطان الله يبارك انا تاع رجلي من الحراج من الحراج من الحراج من الحراج هو اللي يغسل هو اللي شكيت سمح لي مشي ولي دام مال البريك اسمح لي ولي دام البريك كلمتي لا 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 اسمح لي بيت الحراش كاع واش كاين لا 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 ويعرف قيمة على المرأة وولاد الحراش لي بري ولاد الحراش هما يخلو نساهم يخرجوا ويعرفوا قيمة المرأة اسمح لي اسمح لي اسمح لي مشي ولد الحراج لوريجين اختي ولد الحراج لوريجين كلمتي كلمتي يقول لك ما تخرجيش ما تخرجيش يدري الله يهديك يا خويا يدري هذاك اللي يموت وين في بيلام اختي وين بيلام انا ضافا مي علاش قدام الجامع ضافا مي علاش الله يبارك انا المهم اللي بيوري الله يبارك دار شابير على تعرفي نسمع بهم انا دار شابير الله يبارك نسمع بلا فامي شابير انت وليد يوسف عمي يوسف وليد علي ماله حمد وليد حماد الله يبارك اي تعرف يا عبد القادر اللي يغني وش يجي عبد القادر اللي يغني وش يجي ويد عمي الله يبارك ما راكم فاهمين فيها والو في العقلية تاع هاد المرأة راكم حايرين يوم مازال ما شفتو والو اسمح لي دابخي واش نعرف فيهم ما راكي كيف غلطة ما رانيش غلطة سيسا؟ لا لا مانيش غلطة، أنا بنت بيلام. صح صح وأنت هما قدام دار ياسر. صح راك تقول بلي أنا وليد حراج كذا. أنت هذا عجبك القانون هذا أخو؟ ما عجبنيش. أه؟ ما يعجبنيش. علاش ما يعجبكش؟ ما يعجبنيش والله. فاش ما عجبكش؟ أنا نقصر يا أخي بيناتنا. والله قول علاش ما عجبكش. علاش ما عجبكش؟ كيفاش مرتي أنا تخدم وما تخلص كيفاش هذي؟ تريح في الدار خير؟ تريح في الدار خير؟ علاش تعيي روحها تخدم وانا ما تخلص كيفاش هذا مصرف زياده هذا ولا واش لو كان نقول لك راجلي سكون شكون اقسم بالله غير تعرفوا الدخيبي معليش حطني غير هنا على الاخر شكون بالعكس شكون هذا راجلك شكون راجلي حبيت تعرف شكون راجلي جدو حسن تسمع به جدو حسن جدو حسن جدو حسن تسمع به تسمع به جدو حسن صح شوف مورك شوف مورك يا شباب يوم هذه الا الكاميرا المخفيه فرغ قلبك للموسم الثاني